يحدثني رجل من التجار وقد ذكرت له مثل هذا مرة، وقلت له هذه من مداخل إبليس التي لا يتفطن لها كثير من الناس. أنت تصنع خيرا، تبذل معروفا، تنفق على علماء، تنفق على طلبات، تصنع شيئا، تنفق على أرامل، على أيتام، فتقول، ترضى عن نفسك وتقول أنا صنعت كذا وربحت في كذا لأن كذا أو تفطنت في كذا وانظر كيف. لا 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 لا، ليس شيء ذلك من كدك. الله الذي وفقك أن تصنع، وفقك أن تبذل ولم يوفق غيرك، وفقك أن تلتفت إلى تلك ذلك اليتيم المدفوع بالأبواب ولم يوفق له غيرك. ربي سبحانه، هذه اصطفاء، اصطفاء، اصطفاك من هؤلاء الناس جميعا وقال لك أنا أريدك أن تصنع هذا الخير لأرضى به عنك. تحمد الرب على أن وفقك لهذا، ثم تحمد ربك بعد ذلك أن وفقك إلى أنك تفطنت إلى هذا، تحمد ربك على ذلك كله. فقال لي لما ذكرت له، قال والله أنت صادق، لأني أحيانا أكون في تجارة وأربح فيها فأقول لو لم أتفطن إلى كذا، لو لم أشتري البضاعة الفلانية وأعرف أن السوق سيحتاج كذا في الوقت المناسب لكذا، ولم، فأقل الذي أربح في هذه أخسر في الثانية. فإذا نسبت الفضل إلى الله لا يصيبني شيء. هذا هو إظهار الافتقار إلى الله، إظهار الفقر إلى الله، أن أنت فقير بدون الله وغني بالله